السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار العاجلة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى بغداد. السوداني يوافق على صرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق. زيارة أردوغان إلى بغداد، إعادة ضخ النفط عبر جيهان على طاولة المباحثات العراقية التركية. السوداني يستقبل أردوغان بمطار بغداد الدولي. طهران مستعدون للرد وإسرائيل لم تتحمل مسؤولية هجوم أصفهان. الجيش التركي يخطط لعملية برية واسعة في كردستان بعد انتهاء زيارة أردوغان. البرلمان يدعو إلى استغلال الورقة الاقتصادية مع تركيا. ما أهمية الاستثمار في العراق؟ العراق يسجل أكثر من 1,047,000 حالة ولادة خلال العام الماضي. الرئيس رشيد يستقبل أردوغان في قصر بغداد. باحث إيراني لبغداد اليوم عن زيارة أردوغان للعراق، الاقتصاد محنك بالسياسة. التعليم، تعلن أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الهندية وموعد مقابلتهم. حزب العمال عن زيارة أردوغان، احذروا مكر الرئيس وخداعه. رئيسي من باكستان، مجلس الأمن فشل بتحمل مسؤولياته في وقف إبادة الفلسطينيين. الداخلية تنفي منحها جوازا دبلوماسيا لأم اللول. أسعار صرف الدولار ترتفع مجددا بالأسواق المحلية، أكثر من 148,000 لكل 100 دولار. إليكم تفاصيل الأخبار. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 إلى العاصمة بغداد. وفي وقت سابق من اليوم غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة أنقرة متوجها إلى العراق في زيارة رسمية من المتوقع خلالها إجراء جولة تتضمن كل من بغداد وأربيل. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريح صحفي تابعته بغداد اليوم إن أردوغان سيزور بغداد وأربيل وسيجتمع مع كل من نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيتم خلال الزيارة توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق. وأعرب فيدان عن اعتقادي بأن العلاقات التركية العراقية ستكون مثالا مهما في المنطقة، وخاصة مع تنفيذ مشروع طريق التنمية الذي يوليه الرئيس أردوغان أهمية كبيرة. وتزين الشوارع بغداد وأربيل بلافتات كتب عليها بالتركية والعربية تشرفنا بزيارتكم، كما تم تعليق الأعلام التركية والعراقية احتفاء بزيارة الرئيس أردوغان. وافق رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني على صرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق. وأشارت وثيقة صادرة من لجنة النزاهة مكتب النائب رعد الدهلقي بتاريخ 12 آذار 2024، وحصلت بغداد اليوم على نسخة منها إلى استحصال موافقة رئيس الوزراء بالإعاز لوزارتي الدفاع والمالية على صرف رواتب ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق للفترة من 9/4/2003 ولغاية 24/9/2005 بما يعادل 2.5 أشهر، كونهم أحيلوا على التقاعد بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 30 لعام 2005، واعتبارهم مستمرين للفترة المذكورة أنفا. أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 أن ملف إعادة ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان على طاولة مباحثات العراق وتركيا خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد. وأكد عضو اللجنة ضرغام المالكي في حديث بغداد اليوم أن زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى بغداد وعقد لقاءات مهمة مع الحكومة العراقية مهمة نظرا لعدد الملفات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، وهو من الملفات التي لها أبعاد اقتصادي، مبينا أن كل من بغداد وأنقرة لديهما رؤية حيال آليات عودة ضخ النفط إلى ميناء جيهان مرة أخرى بعد توقف دام سنوات. وأضاف أن ترتيبات إعادة ضخ النفط لا تقع على عاتق أي من الطرفين،
بل الوضع يستلزم توافق، خاصة في ظل وجود شكاوى في المحاكم الدولية حسمت، مستدركا بالقول لكن الأمر يحتاج إلى تفاهمات بين بغداد وأنقرة من أجل طي صفحة الماضي والمضي في وضع آلية مناسبة تضمن مصالح كلا الجانبين. استقبل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 في مطار بغداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل العراق في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته بغداد اليوم أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني استقبل صباح اليوم الاثنين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. وأضاف أن أرض مطار بغداد الدولي شهدت استقبالا رسميا للرئيس الضيف حذف فيه السلامان الوطنيان العراقي والتركي، وجرى استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلحة، كما أطلقت المدفعية 21 إطلاق تحية في مراسم الاستقبال. وأشار إلى أن الجانبين سيجريان مباحثات رسمية ثنائية إضافة إلى مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء مع الجانبين. وستشهد الزيارة البحث في ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 إن إسرائيل لم تتحمل المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف محافظة أصفهان بطائرات مسيرة فجر الجمعة الماضي، مؤكداً إن إيران مستعدة للرد على أي هجوم مرتقب. وأوضح كنعاني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مبنى وزارة الخارجية وتابعته وكالة بغداد اليوم إن الجسم الصغير الطائرات المسيرة كان يبحث عن عمل ضار في محافظة أصفهان وتم استهدافه من قبل الدفاع الإيراني ولم يتمكن العدو من الحصول على شيء. وقال كنعاني ربما كان لا قيمة للهجوم الصهيوني على أصفهان لدرجة أن هذا النظام يقوم بالدعاية الإعلامية حول هذه القضية. وعن موقف الولايات المتحدة من الهجوم بيّن كنعاني أن الموافقات الأمريكية جديدة على تقديم مساعدات ضخمة للنظام الإسرائيلي ما هي إلا مكافأة الحكومة الأمريكية لهذا النظام الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية. كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 إن الجيش التركي سيقوم بتنفيذ عملية برية شاملة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق. وفقاً للصحيفة التركية فإنه من المقرر أن تتم زيارة أردوغان إلى العراق اليوم الاثنين، وتتوقع القوات المسلحة التركية إجراء عملية عسكرية برية واسعة النطاق في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني في أشهر الصيف. وكان أردوغان قد صرح مرات كثيرة بأن أنقرة تتوقع حل قضية أمن الحدود مع العراق في الصيف. استعرضت لجنة الاقتصاد النيابية اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 أهمية العراق من الناحية الاقتصادية والاستثمارية بالنسبة إلى الجانب التركي، فيما أشارت إلى ضرورة استغلال الورقة الاقتصادية لتحقيق مصالح البلاد. وأكد عضو اللجنة علي المقصوصي في حديث لبغداد اليوم إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للساحة العراقية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف المقصوصي إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق وأكد عضو اللجنة علي المقصوصي في حديث لبغداد اليوم إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للساحة العراقية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف المقصوصي إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستركز بشكل كبير على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة وأن تركيا تعتبر الساحة العراقية مهمة لها في الجانب الاقتصادي والاستثماري وهناك تبادل تجاري كبير بين البلدين. أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اليوم الاثنين 23 نيسان 2024 تسجيل أكثر من 1,047,000 حالة ولادة خلال 2023 بما فيها أقليم كردستان بواقع 535,000 ولادة من الذكور و511 من الأناث. وقال الحسناوي في بيان تلقته بغداد اليوم إن المؤسسات الصحية في العراق سجلت خلال العام الماضي 2023 نحو 1,047,250 ولادة في عموم العراق بما فيها أقليم كردستان.
استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الاثنين 23 نيسان 2024 نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر بغداد. وكان الرئيس أردوغان قد وصل بغداد على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة رسمية، وكان باستقباله في مطار بغداد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، حيث عزف خلال مراسم الاستقبال السلامان الوطنيان العراقي والتركي، وجرى استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما أطلقت المدفعية 21 إطلاق تحية مراسم الاستقبال. وبحسب بيان حكومي فإن السوداني سيجري مع أردوغان مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين. كشف الباحث الإيراني فرشيد باقريان اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 عن إهداف زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق بعد انقطاع استمر 13 عاما. وقال باقريان لبغداد اليوم إن الهدف المركزي والمحوري لزيارة أردوغان إلى العراق هو المجال الاقتصادي والتجاري، وهو يمكن أن يؤدي إلى تجاوز قضية الأكراد وأقليم كردستان العراق. وأضاف بحسب بعض التقديرات فإن الهدف الرئيسي لأردوغان من هذه الرحلة هو التحقيق وحل بعض القضايا والتحديات مع أقليم كردستان والأكراد والتي تتمحور حول حزب العمال الكردستاني. وفي هذا الصدد سيسافر أيضا إلى أربيل، مبين أنه سيقوم أردوغان برحلة إلى أقليم كردستان ويلتقي بالمسؤولين الأكراد في أربيل. لكن في هذه الرحلة إلى المنطقة والاجتماع مع الأكراد يحاول أردوغان فقط القيام بلفتة دبلوماسية أمام أربيل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الهندية وموعد مقابلتهم. وذكرت الوزارة في بيان تلقته بغداد اليوم إن المتقدمين المؤشر أسمائهم سيكون موعد مقابلتهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 24/4/2024 عند الساعة 9 صباحا في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. علق حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، فيما حذر المسؤولين العراقيين من مكر الرئيس وخداعه. وقال عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوا الشيخ موسى في حديث لبغداد اليوم إن هذه الزيارة هي ذات شأن داخلي ولا نتدخل بها، ولكن على المسؤولين في العراق الحذر من المكر والخديعة والإطماع التي يمارسها أردوغان كونه صاحب أطماع توسعية. وأضاف إن حزب العمال الكردستاني يدافع عن قضية الشعب وليس له علاقة بالشأن الداخلي للعراق، ولكن نأمل أن لا تنطلي أكاذيب أردوغان على المسؤولين في العراق. وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن الجيش التركي سيقوم بتنفيذ عملية برية شاملة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق. هاجم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من باكستان اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 مجلس الأمن الدولي لعدم تحمله مسؤولياته في إثبات العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهالي قطاع غزة في فلسطين. وقال رئيسي في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تابعته بغداد اليوم إن مجلس الأمن الدولي أثبت فشله في تحمل مسؤولياته أزاء العمل على إيقاف الحرب في قطاع غزة، وإن لدى إيران وباكستان وجهات نظر مشتركة وكان بينهما تعاون جيد للغاية في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن الشعب المضطهد في غزة وفلسطين ومكافحة الإرهاب، مضيفا بأن أمن باكستان بمثابة أمننا، وهناك إمكانيات وطاقات كبيرة بين إيران وباكستان يمكن تبادلها، وقد قررنا في اجتماعاتنا الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. نفت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 22 نيسان 2024 أنباء منح جواز دبلوماسي إلى المدعوة أم اللول. وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الأعلام الأبني العميد مقداد ميري في بيان تلقته بغداد اليوم إن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي أو خاص أو خدمة للمدعوة أم اللول. وأشار العميد ميري إلى أنه لم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن، داعيا إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا. ارتفعت أسعار صرف الدولار مجددا اليوم الاثنين 22 نيسان 2024
لتصل أكثر من 148 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. وقال مراسل بغداد اليوم إن سعر بيع الدولار في مكاتب الصرف بالعاصمة بلغ اليوم الاثنين 148,750 دينار مقابل كل 100 دولار. وأضاف إن سعر الشراء بلغ في مكاتب بغداد 146,750 دينار مقابل كل 100 دولار.